مساء الخير أعزائي مشاهدين الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحياة والقانون. والنهاردة هنتكلم بحلقة مهمة جدا وموضوع مهم جدا، هنتكلم تحديدا عن الغش التجاري. طبعا احنا كلنا بنروح بنشتري سلع غذائية كتير من السوبر ماركت، وطبعا اهم حاجه واحنا بنشتري السلع الغذائيه ايا كان بقى الصنف اللي احنا بنشتريه، سواء حاجه خاصه بالبقوليات او رز او سكر او زيت او غير ذلك، اول حاجه احنا بنشوفها او بنراجعها هو مده الصلاحيه وتاريخ الانتاج. طبعا احيانا بنشتري السلعه وطبعا بيكون تاريخ الانتاج موجود عليها، ولما بنرجع البيت بيظهر ان الشيء اللي احنا اشتريناه ده مش شيء فاسد، شيء تالف. في التالي احنا في الحاله دي يبقى احنا اشترينا شيء مغشوش. حول الغش التجاري ومعرفه الجهه اللي بتراقب الغش، المحل التجاريه والشركه او المصنع المنتج للسلعه، وايضا معرفه العقوبه في حاله لا قدر الله حصل أي أو ثبت وجود غش في السلعة اللي احنا بنشتريها أيا كانت، طبعا في المنتجات اللي احنا بنشتريها، هيدور حلقتنا النهاردة. وطبعا في البداية بنحب ان احنا نرحب بزميلتي العزيزة رحاب أحمد. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور عمرو، وأهلا بالسادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الحياة والقانون. والنهاردة هنتكلم عن موضوع الغش التجاري، وهنعرف كل أسبابه وكل تفاصيله وكل اللي يهم المواطن المصري. اتفضل دكتور. وبنحب نرحب بضيفنا النهارده الدكتور بدر زكريا، المحامي بالنقد والإدارية العليا والدستورية، دكتوراه في القانون التجاري من كلية الحقوق جامعة عين شمس. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا دكتور عمرو، نورتنا النهارده يا فندم. الله يخليك. أنا اللي سعيد، أنا اللي سعيد دكتور الحياة والله وجودي معاكم ووجودي مع أسرة الحياة والقانون وأسرة الصحة والجمال. نورنا يا دكتور. أهلا بك يا فندم. بداية كده يا دكتور، يعني لو حبينا نعرف إيه المقصود أو إيه معنى الغش التجاري للسادة المشاهدين؟ هو يحضرني كتاب الله عز وجل لما قال في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة بينكم بتراضي، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم عليما، صدق الله العظيم. الأحاديث النبوية تحدثت برضو عن الغش التجاري. يحضرني قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يمر بأحد الأسواق ووجد رجل يبيع القمح، وسيدنا رسول الله حط إيده على القمح ولقى هذا القمح مبلول لما غاص بإيده في القمح، فنظر لهذا الرجل وقال له: ما بك يا رجل؟ فالرجل قال له: ما بي يا رسول الله؟ قال له: ما هذا؟ قال له: السماء أمطرته. قال له: السماء أمطرته. فقال له: اظهر ما في باطنه حتى يعلمه الناس، من غشنا فليس منا. فكان لابد أن أنا أتحدث قبل ما أذكر ما هو الغش التجاري. أما الغش بصفة عامة فهو خداع وتضليل وإيهام وممارسة طرق احتيالية لكسب غير مشروع، وبيبقى دايما في النواحي التي تخص صحة الإنسان وصحة الحيوان أو غير ذلك. يعني ممكن الغش بيقع على الحيوان من خلال الأعلاف اللي هي الخاصة بيه، طبعا من خلال الأعلاف ومن خلال الأكل بتاع الحيوان بيبقى فيه طبعا غش. هل الغش التجاري ده دكتور صور معينة؟ أكيد له صور وله أنواع. صور الغش بتتلخص في عدة حالات، إن إزاي أنا بستطيع أغش. أنا كراجل بشتغل في التجارة إزاي بغش؟ بيغش بإضافة مواد معينة، بيغش بإيهام الأشخاص، بيغش بخلط مادة على مادة، انتزاع جزء من مادة بتتدخل في دمج لإنتاج شيء معين. ايه تاني اللي هو ايهام واستعواض
جزء من جزء يتدخل في صحة الإنسان. كل هذه الصور الغش التجاري بالإضافة إلى الصورة المهمة جدا اللي هي مدة الصلاحية، انتهاء الصلاحية بتاعت المنتج، دي صور الغش التجاري. طب ايه هي الانواع الخاصه بالغش التجاري وازاي انا اقدر اعرف ان السلعه دي مغشوشه؟ تمام، انواع الغش التجاري تتلخص في عده انواع، منها الغش الاقتصادي والغش الثقافي والغش المدني والغش في الاجراءات القانونيه ذاتها نفسها برضو الغش. لما نيجي بنتكلم عن الغش الاقتصادي، الغش الاقتصادي اللي هو بيقع على البورصه سوق الاموال الماليه، وده بيندرج تحتيه اللي هو الغش التجاري اللي المشرع المصري تحدث عنه في القانون 48 لسنه 41 وتعديلاته اللي هي 200 قانون 281 لسنه 94. طبعا الغش الاقتصادي ده بيندرج تحتيه الغش الخاص بالاغذيه اللي هو كل ما هو الغش التجاري يمس صحه الانسان. تمام. اما الغش المدني اللي هو تحدثت عنه الماده 125 والماده 26 من القانون المدني، وانا في نظري اللي هو بيبقى التصرفات النسبيه المطلقه. اما الغش الثقافي اللي هو بيندرج تحت الغش في الفنون والغش في الاداب والغش في المصنفات الفنيه. اما الغش في الاجراءات القانونيه اللي هو سلامه واتباع وصحه الاجراء القانوني واجراء التنفيذ المتبع، علشان كده القانون لما جه قال ان انا من حقي كأي شخص بيتقاضى حاجه او هناك اجراء تقاضي ان هو بيعمل التماس اعاده النظر. تمام. هي دي انواع الغش. تمام. كلها. لو قلت دلوقتي انا رايحه سوبر ماركت، تمام، انا واحده من الناس ببص على تاريخ الصلاحيه وانا بشتري المنتج بتاعي. تمام. في ناس زي بتعمل كده، بتبص على تاريخ الصلاحيه امان ليها، وفي ناس تانية ما بتبصش على تاريخ الصلاحيه ده، بتبقى مطمنه للسوبر ماركت او للمحل التجاري ده. تمام. في حد بيراقب ورا السلع دي؟ يعني في حد بيراقب على المكان ده على مراقبه او تفتيش؟ وايه الجهه اللي بتراقبها؟ هو قصدي حضرتك الجهه المنوطه بيها مراقبه الكلام ده؟ طبعا في وزاره الصحه ووزاره التموين. تمام. الاثنين دول بيراقبوا العمليه بتاعه غش الاغذيه كلها. تمام. هنا بيطلع مفتش تموين، وبرضك من وزاره الصحه بيطلع مفتش من وزاره الصحه. طيب مين اللي بقى يعني الصلاحيه في تحرير المحاضر؟ يعني انا دلوقتي دخلت، مين هو اللي يكون ليه تحرير للحق في اللي هو يحرر محضر، وبالتالي المحضر دوت بياخد طبعا اجراءاته القانونيه، مين المنوط ليه يعني تحرير المحضر؟ بصفه عامه بيبقى مامور ضبط قضائي، وبيبقى هو مفتش وزاره التموين ومفتش وزاره الصحه. تمام. الاثنين دول من حقهم يحرروا المحاضر الخاصه بالغش التجاري. طب لو حضرتك مفتش ضبط قضائي ودخلت متجر او دخلت محل جزارة او فرنه ولقيت معروض تالف او معروض فاسد او حاجه عبوه مكتوب عليها منتهى الصلاح، يعني تاريخ صلاحيتها انتهى، حضرتك هتعمل ايه؟ اولا اول ما بخش انا المتجر او المحل او السوبر ماركت ببص على العبوه اللي موجوده اللي انا بشك فيها بمجرد نظرتي ليها، وبشوف اول حاجه بتاكد منها المستندات بتاعه المتجر ده او المحل دوت، من ناحيه تراخيص، من ناحيه سجل تجاري، ومن ناحيه بطاقه ضريبيه، كل ده لابد ان هو له صفه مامور الضبط القضائي، له صفه ان هو ينظر لتلك المستندات. تاني حاجه ببص على العينه اللي انا شاكك فيها، سي اي عينه اي منتج شكيت فيه بمجرد نظرتي ليه، وبجيب هذه العينه وبعمل محضر اجراءات. محضر الاجراءات ده بجيب الراجل صاحب السوبر ماركت او صاحب محل البقاله او صاحب الفرن، وبقعد اساله في العينه اللي انا تم ضبطها عنده، وببدا اخد بيانات العينه دي واحررها في محضر رسمي، وبديله الفرصه ان هو يدافع عن نفسه ويرد على
المنتج اللي انا تم يعني بيقول لك دي المواصفات انا جبتها منين من الجهه او الشركه او المصنع اللي هو منتجه بالظبط. الكلام ده بتثبته طبعا ان هو بيثبته مامور الضبط القضائي تمام. في الحاله دي في المحضر تمام. بعد كده سير المحضر بقى بيحصل ايه بعد كتابه المحضر سيره كيفيه سيره؟ انا كمامور ضبط قضائي باخد عينه او ثلاث عينات من هذا المنتج اللي انا تم ضبطه تمام. وبترك واحده عند المتجر اللي انا دخلت علشان افتش عليه وباخد واحده وببعت الثالثه للمعامل المركزيه لتحليلها تمام. ما اقدرش ان انا احرك المحضر الا لما المعامل المركزيه ترد عليا وتقول لي والله ان العينه دي فيها 1 2 3 بعد كده بيروح للنيابه بعد كده بعد خلاص اثبات ان الشيء اللي هو خدنا منه العينه ده طلع سلبي او شيء فاسد او مغشوش او مغشوش بيبدا بعد كده بينزل النيابه. النيابه بتحصل يعني هي بتبدا تحقق فيه ولا بتنزله على طول المحكمه؟ النيابه بتبدا انا كمفتش تموين او كمفتش صحه انا خدت بيانات الناس دي النيابه بتصبغ الصبغه القانونيه على هذا الفعل من ناحيه كمحامين في الجانب العملي اسمها القيد والوصف بتعطي للوضع القانوني له القيد والوصف عرض او انتج وبتنزل الاثنين متهمين لو العينه مغشوشه او فاسده او تلفه بتنزل الاثنين متهمين يبقى عندي عارض وعندي منتج. العارض اللي هو صاحب المحل او السوبر ماركت اما المنتج اللي هو الراجل او الشركه اللي انتجت هذه المنتجات. طيب هي بتتحول من لجنحه في المحكمه تمام تمام كده. طب لو حضرتك محامي عن صاحب السلعه عن صاحب السلعه اقدر ادافع عنه ازاي يعني؟ ادافع عنه ازاي تمام. علشان ادافع عن حاجه زي كده لازم استرجع نص الماده 2 فقره 1 من قانون 281 لسنه 94 وتعديلاته. قالت الماده دي قالت على يعاقب كل من ارتكب او عرض او غش احد من اغذيه الانسان المغشوشه او الفاسده بعقوبه لا تقل عن سنه ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 30,000 جنيه. وجه المشرع المصري في ذات المنوال وضع حد إعفاء لهذا الموضوع. قال إيه بقى حد الإعفاء؟ قال يفترض أن سوء النية للمشتغلين بالتجارة والعلم أن هذه السلعة أو المنتج ده مغشوش فعلشان يعفو أو عمل حد إعفاء قال ما لم اللي هو العارض ما لم يثبت حسن نيته ومصدر تلك الأشياء بمعنى إن العارض أنا بفترض كحد إعفاء له إنه هو حسن النية فبدفع بحسن النية ولازم يدعمه مستندات. ايه هي بقى المستندات؟ اللي هو مصدر المنتج اللي اشترى منه او الشركه او الفاتوره اللي هو بيقدمها في المحكمه بيقول انا اشتريت من الدكتور عمرو اشتريت من الدكتوره ريحان بالتالي فالدفع لحسن نيه المتهم العارض يعني المحكمه بتديله براءه في الموضوع ده افتراضا اللي هو خد براءه في هذه الحاله تمام. ممكن المحكمه بترجع الموضوع مره اخرى للنيابه وبتتهم طبعا اللي هو الشخص او الشيء الجهه او الشركه اللي هي انتجت السلعه نفسها وبتحط يعني بتضعها موضع اتهام. طب في الحاله ديت لو هي بترجع تاني على الشركه مين الشخص المنوط او اللي هو بيكون متهم في هذه الحاله؟ هل هو رئيس مجلس الاداره ولا الشخص الذي له حق التوقيع ولا المسؤول عن الانتاج ولا مين بالظبط اللي بتنزله متهم في هذه الحاله؟ هو يعني انا اكمل لحضرتك بس الموضوع ان لما العارض بيدافع عن نفسه اوريدي اوتوماتيك على طول النيابه بتنسخ نسخه من المحضر وبتحلها للجهه اللي بيقع فيها دائره انتاج هذا المنتج وبتخاطب الشركة المنتجة وبتقول لهم يا شركة يا منتجة احنا ظبطنا في الحتة الفلانية او المنطقة او المحل الفلاني عينة فيها ألف به دال مغشوش فلو سمحتم يا شركة ابعتوا لنا مدير الانتاج نستجوبه
فبالتالي الشركة المنتجة بترسل مدير الإنتاج أو بترسل خطاب رسمي باسم مدير الإنتاج اللي مسؤول عن الإنتاج وليس رئيس مجلس الإدارة وليس أي موظف في الشركة. يعني هو مدير الإنتاج اللي هو مدير الإنتاج مدير الإنتاج هو المسؤول عن أي غش تجاري داخل دائرة نطاق مصنعه أو شركته. تمام. طب دلوقتي حضرتك يا دكتور ايه هي الحاجات الدفوع اللي ممكن حضرتك تدفع بيها لو حضرتك محامي المتهم؟ يعني احنا هنفضل برضه لحضرتك محامي المتهم، ايه الدفوع اللي حضرتك ممكن يعني تستشهد بيها قدام المحكمه ان انت ترفع انهي متهم اللي هو مدير الانتاج؟ مدير الانتاج، مدير الانتاج، مدير الانتاج علشان تدافع عنه لابد ان حضرتك تراجعي نتيجه التحليل المرفقه بالمحضر، وهي بتبقى عبارة عن وصف للمنتج اللي تم ضبطه وبياناته والداتا اللي في المنتج والخواص بتاعته. وده بيرجعني اني انا اشرح لحضرتك ان هناك لائحة تنفيذية للقانون 281 لسنة 94 وتحديدا في المادة العاشرة منه قالت ايه على المعامل المختصة، ارسال العينات وارسال نتيجة التحليل للنيابة. تمام. وعلى على نتيجة التحليل أو المعامل المختصة إثبات نوع العينة، مين المسؤول عن الغش في العينة، وسبب الغش. تمام. وهل السبب الغش العارض أم المنتج؟ العارض أم المنتج؟ ولابد أن تكون نتيجة التحليل بنسب معينة. ما يجيش يقول لي مثلا ازازه زيت ناقصه دهون ويسكت، لا لازم يقول لك نسبه معينه، لازم مثلاً يقول لي نسبه مئويه لازم يقول لي نسبه مئويه علشان كده تلاقي الساده المحامين اللي شغالين في القصه ديت بيدفعوا بدفع بتجهيل نتيجه تحليل العينات المرفقه ومخالفتها لنص الماده العاشره من اللائحه التنفيذيه للقانون 281 لسنه 94 وتعديلاته. تمام. لانه هو ما حطش البيانات الرئيسيه بالظبط ولا قال في نتيجه التحليل من المتسبب. ما هو وارد ان يكون المتسبب العارض. العارض ممكن يكون ازاي بقى يكون العارض المتسبب؟ حضرتك ممكن العارض يكون حط المنتج دوت اللي غشه او تم اتلافه تحت بير السلم، تحت درجه حراره لا تتناسب مع الخواص اللي موجوده او سوء التخزين. يعني احنا هو كده لو هو اثبت من خلال من خلال الدفع بتجهيل التحليل واثبت سوء تخزين عارض السلع في الحاله ديت، ممكن النيابه او ممكن يرجع تاني بترجع لوجدان وجدان المحكمه وعقيده المحكمه. بس ده الكلام اللي مفروض بيتقال في هذا المنوال. بترجع لعقيده المحكمه ووجدان المحكمه. ايه البيانات المهمه اللي ممكن تبقى موجوده في التحليل ده وحضرتك تسير بيها المحكمه؟ البيانات المهمه في التحليل ده، في التحليل بتاع العينه ده. انا عايز بشكل تفصيلي بقى، بشكل تفصيلي. يعني انا زي ما قلت لحضرتك لازم يكون نتيجه التحليل فيها نسبه مئويه. دي نقطه. لازم نسبه مئويه، يقول لي مثلا كم في الميه. المنتج ده ناقص سين او صاد كم في الميه، ما يقوليش ناقص ويسكت. لا، ليه بقى؟ لان دي هترجعني لحاله من تدخل جهه اخرى وهي وزاره الصناعه. وزاره الصناعه منزله مواصفات قياسيه لجميع المنتجات. منزله مواصفات قياسيه. هذه المواصفات القياسيه لابد ان تتبع في انتاج اي سلعه وتصنيع اي سلعه. فانا لو خالفت هذا التصنيع يعتبر هنا غش. تمام. فلابد ان هو يتبع المواصفات القياسيه داخل لكل منتج. طب بالنسبه بقى للسلع الالكترونيه، يعني دلوقتي انا اشتريت موبايل او اشتريت غساله او ثلاجه او اي شيء الكتروني، من الجهه اللي بتراقب اولا الموضوع، يعني المراقبه على سلامه هذه او صلاحيتها وكفاءه هذه الاجهزه عموما، وفي حاله لا قدر الله انا اشتريت السلعه لقيت فيها غش، لقيت الشيء دوت، احنا بنعرف اللي في حاجه اسمها ضمان 5 سنين و10 سنين، مين انا اقدر اراجع على مين؟ مين الجهه اللي انا اقدر اراجعها؟ الجهه اللي انت تقدر تروح تشتكي فيها. هي جهاز حمايه المستهلك. تمام. وانا من هذا المنبر يعني باشيد بجهاز حمايه المستهلك، هم ناس اكفاء جدا
واحياء مش وعلى طول على طول. وانا تعرضت لمشاكل زي كده كتيره وحلوها من قبل حتى ما يتخذ اي اجراء قانوني. يعني دي شهاده تتقال في حقهم. يعني في نقطه مهمه وسؤال مهم جدا، يعني بالنسبه لو انا خدت السلعه الغازيه دي لا قدر الله حصلت لي وفاه، احنا خدنا اكلت علبه تونه او علبه او زيت الزيت او كيس سكر او اي حاجه وحصل لي لا قدر الله طلع فاسده وانا توفيت، الشخص اللي هو اخذ السلعه دي، هل في عقوبه؟ هل ممكن ارجع على الشخص العارض او المنتج بتعويض؟ ولا يعني انا كشخص متضرر في هذه الحاله هنا حضرتك إيه؟ هتخليني ارجع تاني لنص الماده 2 من قانون 281 لسنه 94 اللي قال يعاقب بغرامه بالحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 5 سنوات. ده بالنسبه لي عرض او انتج وما فيش حد، ما فيش عاهه مستديمه او في وفاه، ولا بد ان انا افرق ما بين العاهه المستديمه والوفاه لان العقوبه بتختلف في الحالتين. في حاله لو هناك غش او طرح او تداول او غذاء مغشوش وانتج عنه لعاهه مستديمه لصحه الانسان، العقوبه بتتغلظ، بتتغلظ من ناحيه الغرامه ومن ناحيه العقوبه نفسها. بتتحول من جنحه لجنايه. لانه توفى. الأول أنا هتكلم على العاهة المستديمة. العاهة المستديمة بتزيد الغرامة. الغرامة كانت في المادة 2 فقرة 1 اللي هو 10,000 ل 30,000. لا ده هنا بتزيد من 25,000 ل 40,000. والعقوبة بتزيد، العقوبة الحبس بتزيد. هناك احنا قلنا سنة لغاية 5 سنين. بتزاد العقوبة من 2 سنين لغاية 5 سنوات. أما في حالة وفاة حالة الوفاة أحد الأشخاص أو شخصين أو ثلاثة بتبقى العقوبة الأشغال الشقة المؤبدة. تمام. وبتزيد الغرامة من 50,000 ل 100,000. شكرا يا فندم. طبعا احنا سعيدنا بحضرتك، الموضوع كبير جدا ويسعدني للأسف الشديد برنامج الوقت بتاع البرنامج يعني انتهى، ويسعدني ان احنا نلتقي بحضرتك بحلقات وحلقات قادمه ان شاء الله. وفي نهايه البرنامج انا بشكر بحضرتك مره ثانيه وبشكر زميلتي العزيزه رحاب احمد وبشكر الساده المشاهدين، وانتظروني في حلقه قادمه ان شاء الله من برنامج الحياه والقانون. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا يا فندم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.